الوقت المناسب للبداية في تطوير قوة المستقبل. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة في بحث مهم جدا نزل لازم تعرفوه. البحث ده بيقول إن القوة الفضائية الأمريكية مطالبة إن هي تحمي الأصول الأمريكية على القمر، فبالعقل كده ده معناه إن لازم يتعمل قاعدة عسكرية أمريكية على القمر. كمية تفاصيل مهمة جدا، ما أطولش عليكم في المقدمة. في تقارير مهمة جدا طلع بتقول ان قائد قوة الفضاء الامريكية عمل استطلاع للقوة علشان يحط بيان مهم لأحدث فرع عسكري في امريكا، والبيان اللي طلع بيقول تأمين مصالح امتنا في الفضاء ومنه ولي، والبيان ده طلع من الكوادر الاولى للقوة الفضائية، ودي فكرة ممتازة لتشجيع القبول والملكية. واضافوا في البيان ان حماية المصالح الوطنية الامريكية هي الاولوية الرئيسية لكل فروعنا العسكرية تحت المية وفوق السماء وفي اي مكان، وده بيفسر ان تأمين المصالح من الفضاء هو دفاع عن الانظمة والتقنيات زي الاتصالات والملاحة والانذارات الصاروخية، يعني حماية البنية التحتية الدفاعية الامريكية في اي مكان في الكون. وده معناه ان مرحلة المواجهة الخارجية قربت، وده هيتطلب تطوير الأنشطة الفضائية من غير إشارة للدعم المباشر لوضعنا وقدراتنا العسكرية على الأرض. يعني دور القوى الفضائية في تأمين المصالح الأمريكية خارج مدار الأرض المنخفض، مدار الأرض المنخفض اللي فيه الأقمار الصناعية، فهو بره كده. يعني لازم يطوروا استراتيجيات وتكتيكات لحماية الأصول الأمريكية خارج مدار الأرض، يعني على القمر والكواكب التانية. من ساعة ما تم إنشاء القوة الفضائية حددوا وجودها والوظائف بتاعتها كلها، واللي كانت بتقتصر على حماية أي حاجة لحد مدار الأرض، بس ده كان الظاهر بتاعها. لكن القوة هي أداة جديدة بتتيح طرق جديدة لدعم العمليات على الأرض وفي المية وفي الهواء وفي مدار الأرض وفي أي مكان. خدوا بالكم من كلمة أي مكان دي. البحث بيقول إن القوة الفضائية هي مفتاح مبكر لضمان مصالحنا في المجال الفضائي الجديد للنظام الشمسي كله. وأضاف البيان إن هم على وشك تحقيق ثورة الفضاء اللي وصلت أخيرا لهدفها الرئيسي، وهو تمكين الإنسان من السفر للفضاء. وأضاف البيان بتاع القوات الفضائية إن التهديدات بتتطور بالفعل خارج مدار الأرض المنخفض، فلازم القوة الفضائية تبدأ تستعد للحرب الجاية بدل ما تحط أدوات أحدث وخلاص. وأكيد هم قادرين يحددوا أسلوب التفكير المقبول جوه الخدمة، ويفضل ان هم يبدأوا في التخطيط والعمل طويل المدى من دلوقتي بدل ما نتفاجئ بقوة الخصوم. وبالفعل هم عارفين حاليا كل نوايا الصين في الفضاء. عايز أقولك ان الصين عملت خريطة طريق للموارد الحديثة في النظام الشمسي، ونشر الخريطة دي أحد كبار علماء الصين. لازم تعرف إن كل الدول اللي عندها وصول مستقل للفضاء عارفين إن السيطرة على القطب الشمالي والجنوبي من القمر معناها السيطرة على النظام الشمسي كله. فمع وجود الهند بالمهمة شاندريان 3، فمن الواضح قوي العالم كله فهم. طبعا مع الأسف البرنامج الروسي ما أظهرش نفس الكفاءة، لكن أكيد ليه طموحات في المستقبل ما أعلنش عنها. بتقولي لازم تعرف ان احتمالية ان يحصل صراع خارج الارض ده اكيد مفيش منه مفر، لكن يا ريت نتجنب ده. وده هيحصل لو القوى العظمى لقت طرق تشتغل بيها مع بعض علشان تفتح طرق لموارد القمر والمساحات اللي بين الكواكب عشان تركز على مصلحتنا احنا مش القلائل اللي ماسكين السلطة. بس مع الاسف لازم الكل يستعد علشان لو التعاون وصل لحيطة سد. إلى جانب الحاجة الواضحة للقوة لدعم وتمكين الخدمات الأرضية، فلازم تعرف إن تأمين المصالح بيشمل حماية الأصول الحالية زي الأقمار الصناعية وغيرها، زائد الاستعداد لتأمين الآلاف من رجال الأعمال. القوة الفضائية بتدعم اللي بيمشوا ويطوفوا على الأرض والبحار والمحيطات واللي عاوزين يفتحوا الحدود في نفس الوقت، وكمان تقدر تصد المواجهات التقليدية، وهو ده محور التركيز الرئيسي. فده الوقت المناسب للبداية في تطوير قوة المستقبل لوضع أصحاب النوايا الخبيثة اللي بيخططوا للاستيلاء على الأراضي المرتفعة. لحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت تكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. والسلام عليكم.